بالنسبة للبيئة أو الدعم، بلشت تقريبا أو قمت أروح النادي في سنة 95 يعني تقريبا. كنت أشوف أخوي الكابتن محمد يتمرن، هو حاليا معنا مدرب في النادي أو مدرب الأول في النادي، فكنت أشوفه وكنت أشوف بعد مجموعة مع الشباب معنا كانوا الجيل القديم احنا نسميه أو الجيل السابق. تعلمت منهم للأمانة بالخبرات إن شلون أطبق الشيلة صح أو الرفع صح مع المدرب اللي كان موجود، وللأمانة ما صار أي ضغط أو شيء. أنا من نفسي اتجهت حق اللعبة أو حبيت اللعبة بدون أي إجبار أو ضغط، سواء من الوالد أو الوالدة الله يرحمهم أو أخوي الكابتن محمد أو أحد خارج المجال. بالعكس الكل شجع والكل بارك هذه الخطوة، علما أن أنا كنت سابقا أحب لعبة كرة القدم، بس ما صار نصيب أني أكمل في كرة القدم. يمكن أنا كنت في يعني فريق النادي تحت 12 سنة، يمكن فترة يعني فترة بسيطة تقريبا، يمكن شهرين 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 بس. كان شنو الفرق؟ كان هذا الملعب وهذه الصالة بيننا يمكن اللهم أقل يمكن من 3 أمتار مشي. فسبحان الله صرت هني باللعبة ولازلت أحب كرة القدم يعني، فصرت هني باللعبة والحمد لله حققت فيها إنجازات لله الحمد لليوم يعني. الحمد لله أنا راضي عليها والحمد لله. بلشت الرياضة هذه كأني أتمرن في عمر صغير تقريبا 10 سنوات في سنة 95 أو 96. كان معنا الكابتن حسن الله يذكره بالخير، وكان عندنا بعد الكابتن محمد سعيد اللي هو أخوي، فهما كانوا يعلموني شلون أسوي شلون أشيل، لدرجة أن بالبدايات كنت أشيل الوزن وأتعلم الأداء بعصات بلاستيك، كنت أتعلم فيها الأداء شلون أسوي شلون أشيل، وكنت بالعكس يعني مكان معزول بروحي أني أتعلم، وكان المدرب أو كابتن محمد أخوي كان فوق رأسي يتابعوني شنو أسوي ما أسوي شلون أتعلم شلون الطريقة، وأنا بعد أشوف وطالع. ليه الحمد لله يعني تقريبا الموضوع خذ على 3 سنين يمكن 4 سنين دائما فهمت أو حفظت الأداء أو شربت التكنيك. شاركت أول بطولة فعلية في سنة 2001 والحمد لله تم يعني فز فيها في المركز الأول. لعبت فيها احنا عندنا طبعا في البطولة عندنا الحركتين، لعبة الخطف الإيد تكون شوي واسعة من الأرض إلى أعلى الرأس على طول، هذه في أول بطولة لعبت فيها 97 كيلو. نفس البطولة في حركة ثانية اسمها كلين زائد جيرك، هذه من الأرض لغاية منطقة الصدر بعدين أدزها فوق، هذه في أول بطولة لعبت فيها 110 كيلو أول بطولة. كنت في فئة الناشئين، كان وزني تقريبا وزن الجسم يعني يومها تقريبا 71 كيلو. هذه أول بطولة فعلية شاركت فيها. شاركت في 2002 بطولة الخليج، كانت عندنا في الكويت، كانت تقريبا ثاني يعني بطولة خليج تصير، الأولى صارت في السعودية 2000 أو 2001، الثانية صارت بالكويت دايركت في صالة الاتحاد الكويتي للمعاقين أو نادي المعاقين يسمونه، صالة نادي المعاقين. حققت فيها الثانية على الخليج في فئة الناشئين، سويت بلعبة الخطف 115 كيلو، سويت في لعبة النتر أو الكلين والنتر 135 تقريباً 132، حققت فيها مركز الثاني. هذه أول مشاركة مع المنتخب، بعدين شاركت في مشاركات مع المنتخب في 2006 لغاية 2012، حققت لله الحمد 4 مرات المركز الأول على الخليج كأول إنجاز للاعب كويتي أنه يحقق هذا الشيء، أنه 4 مرات وراء بعض. ولله الحمد مع النادي بعد حققت الثاني على المستوى العربي، حققت الثالث على مستوى آسيا، الثالث كانت في 2007 كانت في بطولة الأندية الآسيوية كانت في سوريا، شاركنا احنا ومع مجموعة أندية من دول آسيا
وشاركنا في البطولة العربية كانت في الأردن، حققت فيها الثالث أو الثاني. وآخر بطولة عربية مع النادي كانت في 2011، كانت في القاهرة، حققت فيها الثاني على العرب. أربع لاعبين أو ثلاث لاعبين في الفئة الواحدة مالت الوزن، أو الفئة الوزنية احنا نسميها. المركز الأول أو لاعب المركز الأول نقاطه، طبعا هذا على مستوى الدولي، نقاطه 28، الثاني 25، الثالث 23، من الرابع وانت نازل، يعني نازل أغلى مراكز، نقطة 22 21 20 وانت رايح. هذه نجمعها إذا كانت مستوى التنافس في البطولة سواء المحلية أو البطولة الخارجية، إذا كان نظام النقاط احنا نسميه النقاط، لازم تلعب أول شيء بفريق كامل 10 لاعبين أو 10 لاعبات. العشرة هذول لازم كلهم يبون نقاط، مو شرط مركز أول، يعني مو شرط أن اللاعب أو اللاعبة تفوز بالميدالية الذهبية، ممكن عادي ممكن ولا حد يجيب ميدالية ذهبية، فضة على برونز على رابع، بس عندهم نقاط كافية. روح حق التوتال العام عادي مثلا تلاقي الفريق صاعد ثاني، فريق ثاني مثلا عنده ذهبيات أكثر منك، بس أنت فايز عليه بالفضة، فايز عليه بالبرونز، فايز عليه بالرابع بالخامس، فراح يصير عنده ذهبية أو اثنين، ما راح يسوون شيء بالتوتال العام أو بالترتيب العام، فعادي يصير هو ثالث رابع، انت تصير فوقه. هذا بالنسبه حق النقاط. وفي بعد بعض البطولات يلعبون على نظام الميداليه، ما لهم شغل بالنقاط. هني شنو الفكره مالتها؟ ان انا كفريق او كنادي ما تجبرني اشارك بعشر لاعبين او عشر لاعبات عشان التوتال، لا، ممكن اشارك بلاعبين او اثنين او ثلاثه، احقق فيهم الميداليه الذهبيه او فضيه او برونزيه، واكتفي انا بالنسبه كنادي او منتخب. احنا طبعا كمدربين باللعبه او مختصين باللعبه سواء على مستوى الكويت، مستوى الخليج، العرب، اسيا، العالم، ركز اول شيء اهم شيء على اداء اللاعب او اللاعبه. ركز على موضوع التكنيك بشكل يمكن ما تتخيله، يعني لان اذا من البدايه ما اشتغلت صح على موضوع الاداء ليوصل لغايه وزن معين، ما راح اقدر اعدل. خلاص اللاعب وصل مثلا الليفل العالي احنا نسميه، او انه ليفل ينافس في البطولات، ما راح اقدر انزله من الصفر مره ثانيه. خلاص هو يعني على قولتهم راح كمل او شلع، فما اقدر انزل. من البدايه احنا نركز اني ابدي على اداء اللاعب، التكنيك مال اللاعب، ويبين هو الملامح تبين زين شلون انا اعدل عليه، شلون انا اسوي عليه. في مثلا بعض التمارين الخاصه عندنا احنا، مثلا في حركه الكلين عندنا بعض اللاعبين او اللاعبات من الستارت او من البدايه لما يشيل الوزن يستعمل ايده بالطريقه هذه، اثنيها يعني احنا نسميها زين. هذه معناتها هو قاعد يستعمل القوه مالته. احنا بلعبتنا ما نحتاج القوه من البدايه، ممكن احتاجها اخر شيء. نفس ما قلت لك لعبتنا تقريبا فوق 90% كلها اداء، القوه تي اخر شيء. فنبدي نشتغل على بعض التمارين الخاصة. احنا عندنا مثلا تمرين نسميه من الصندوق، او تمرين عميق، او تمرين معلق احنا نسميه. هذا كله يعدل الاخطاء، يعدل كل شيء بالنسبة حق اللاعب او اللاعبة.